مشاهدينا مساكم الله بالخير، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامج لا تشذب. سؤال حلقه اليوم من القاهره، لو جالك مسج والمسج هذا يقول ان ربحت $1,000,000، من اول شخص راح تبلغه؟ خلينا نشوف شو يقولون الناس بمصر، يا حالات مصر وهل مصر. يلا تعالوا معي. قال لك مسج بالتليفون، المسج مكتوب فيه ربحت $1,000,000، اول شخص تبلغه مين؟ ابويا. ابوك تدي له حاجه ولا؟ طبعا ده انا كل لابويا. اللهم صل على النبي. اكيد ابوك ولا حد ثاني؟ لا، ما هو ربنا برضه قال لك انت ومالك لابيك. شكرا، الله يخلي لك ابوك. صورت يا عم؟ صوره. شنو بازوك هذه ولا شنو؟ قال لك مسج على التليفون ربحان $1,000,000، اول شخص بلغه مين؟ لا ابلغ، اشكر ربنا وبلغ ولادي، افرحهم. فرحهم بالمليون. هياخدوا الفلوس كلها؟ لا، ما لازم اطلع منها حاجه لله، الزكاه بتاعتها الاول. ايه. وبعد كده اشوف كم واحد كده ربنا يكرمني اساعدهم في الجواز، وادي جزء لاخويا يشغلولي. خلصوا الفلوس خلاص. مش مشكله. راحت الفلوس. لا، ما فيش مشكله. اتجوز فيها ثاني. ثاني؟ اما اجوز العيال الاول. لو انت اتصلوا فيك، اتصلوا فيك لحظه، اتصلوا فيك وقال لك مسج على التليفون ربحت $1,000,000، اول شخص بلغه مين؟ ابلغه مين؟ ابلغ امي وابويا انك ربحت $1,000,000. هودي ابويا وامي الحج. لا لا، خلي توديهم. تبلغ مين اول شخص؟ هتقول لي مين؟ هتقول لي مين؟ هقول له ربنا الاول الحمد لله. الحمد لله. وبعد وبعد كده بقى اجوز العيال. اقول لك حاجه، خذ نصيحتي، اذا ربحت $1,000,000 لا تبلغ احد. خليهم ليك. لي انا؟ حوشهم للزمن. مفيش مشكلة. صح؟ لا على الله. هتبلغ الناس بيومين بتطير. ناس مين؟ حد يبلغ ناس؟ بلغ اللي يحبهم بس. حتى اللي يحبوك. شكرا. انت جاي معك الشلة كلها. خليكم واقفين على جنب الرجالة. لو عايز حاجة أقول لكم. مش عركة ما فيها. لا 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 خلاص، لا لا عادي. قالك مسج على التليفون. تمام. ربحت $1,000,000. ما تكذبش، البرنامج اسمه بدون كذب، ما تكذبش. تبلغ مين اول شخص؟ مروتش. مراتك؟ اه. راح المليون. انا ما اتوانى. اصبر اصبر. ليه راح مليون ليه؟ تبلغ مليون دولار وبتبلغ مراتك؟ هيصرفوا. اها. لا وش. طب ليه بقى؟ مراتك يا راجل. طب ايه الحل؟ الحل ما تبلغش حد. صح. لا 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 لا. شنو لا لا؟ يبلغ ابوه وامه. خل ابوه وامه يبلغ مراته. لا، يبلغ ابوه وامه على طول. مراتك ابوه وامه. عاوز ابوك وامه. ابوك وامه. صح صح صح. ها صح. على طول انت على طول مراتي. اديها المليون يا راجل. لو جالك مسج على التليفون وقال لك انت ربحت $1,000,000، اول شخص تبلغه مين؟ اول شخص تبلغه بالمليون. عيالي وامي ميته وابويا ميت. بلغ عيالي. بلغ عيالك وبعدين؟ بس راح الفلوس فدايه. فدايه اعمل لهم ايه؟ لا والله. بلغ عيالك. ما تخبيهوش يعني؟ لا لا، ما اخبيهم ليه؟ ما تخبيهوش. لا اخبي ليه؟ اوكي شكرا، الله يخلي لك عيالك. قال لك مسج على التليفون قالوا لك انك انت ربحتي $1,000,000، اول شخص تبلغيه مين؟ امي. امك ليه؟ عشان امي. ليش مو جوزك؟ امي الاول. وبعدين ملوش خير في اهله وملوش خير في حد. وبعدين جوزك؟ ها؟ مو جوزك اذا شاب المليون لا لا، جوزي ابني حلال والله. والله الله يخلي لك ان شاء الله. السلام عليكم. اي حق، ازيك؟ يا سلام. شكوكو. شكوكو. ازيك يا شكوكو؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. قالك مسج على التليفون وربحتي $1,000,000، حتبلغ مين اول شخص؟ والدتي. ها؟ والدتي. مين؟ والدتي. والدتك. تبلغ الوالدة. على طول. تديها حاجة ولا لا؟ ومراتك؟ مراتها. كلهم. الحبيب فوق السحاب. اوكي. قالك مسج على التليفون وقالوا لك يا حق انت ربحان $1,000,000. اول شخص تبلغه مين؟ اول شخص ابلغه مين؟ تبلغه مين؟ بالمليون. والده. بلغ والدك بالمليون؟ حتدي له حاجه ولا لا؟ قول له ليه؟ قول له حق الوالد ومراتك وعيالك. ايوه. لا مين؟ الوالد ولا مراتك ولا عيالك؟ ما هو كلنا بناكل في طبق واحد. شكرا.
جالك مسج على التليفون والمسج مكتوب فيه ربحت $1,000,000. تمام. اوعى تقدر. مليون دولار فين هو بس؟ استنى، اول شخص حتبلغه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى احمده واشكره انه رزقنا اياه. لا اله الا الله، انتم كلكم دينين ما شاء الله. رب ونعمه بالله، ده الرزق من ربنا. اول شخص بلغه مين؟ امي. امك؟ امي مش مراتك؟ لا لا، مراتي مين؟ امي ثم امي ثم امي. انزين، بلغتها وبعدين بعد ما تبلغها؟ ابلغ مين تاني يعني؟ اهل هي الوالدة؟ لا مش هي الوالدة، خالتك هي تشحط وتيتي. لا مش هتبلغ مراتك؟ مراتي؟ دي مرات ست الحسن، انا كاتب لها دوان. ها؟ مراتي كاتب لها دوان. انا كاتب وشاعر اصلا. ايه. بكتب فروز اليوسف والعبر المسائي. كاتب لها ديوان. معطينا $1,000,000، يقول بعطي حق زوجتي كاتب لها ديوان شعر. سمعنا شعر بالله. عن ايه؟ عن مراتك. انا مثلا وحشتيني. انا في البعد متعود بطيف ريحتك وفاكر شكل تسريحتك طريقتك وانت بتغني. بعيد عنك حياتي عذاب، حياتك ايه بعيد عني؟ يا ارض عرفتها فجأة ودنيا لمستها بشويش. يا اطهر من رقم فلكي، فعداد اسمه اكل العيش. بتحكمي ليه على غيابي وفي وجودي بتنسيني؟ رفضت ان انت تتسابي وفجأة انت اللي سبتيني. وحشتيني متحاوط بطيف ريحتك ولسه لحد هذا الوقت فاكر شكل تسريحتك وتنهيدك. خلاص ده عسل قوي. شكرا. الله يخليها لك ان شاء الله حل القلب. شكرا يا حق. زيك؟ مرحبا بك. شلونك؟ تمام. انت زي الفل. ترى شفتك قالك مسج. قالك مسج. المسج فيه مبروك ربحت $1,000,000. تمام. اول شخص تبلغه مين؟ ما تكذبش. اول شخص. لا انت فاجئتني كده. لا لا، انت اول شخص تبلغه مين بالمليون؟ اولادي وام اولادك. ما طبعا، ما اولادي ما لا ابي دول. اول شخص، اول شخص منهم. لا ممكن مراتي. مراتك؟ راح المليون عيل. طب ماشي مش مشكله. اذا بلغت انت مراتك راح المليون. جدع. ليه بقى؟ ليه؟ ليه انت قول لي ليه. انا بقول لك ليه. يعني الست وتديها مليون او تبلغها بمليون دولار مش جنيه. تمام. هتعمل ايه؟ ايه؟ هتسيبني وتطفش. شكرا. ربحتي $1,000,000. ليه خير ان شاء الله؟ مو ليه خير ان شاء الله، مو صج. لو صج تطقوني. هنعمل ايه؟ ربحتي $1,000,000، اول واحد تبلغي مين بالمليون؟ ابلغ واحد من مليون؟ اول واحد ولادي. بلغين اولادك؟ اولاد عشان غلبه ما يصدقوا حسن. وزوجك وينه؟ جوزي ميت اديله 5 سنين. بقى 5 سنين. وبجري على عيالي بس. الله يرحمه. تجوزي تاني؟ لا ما اتجوزت السنه عشان عيال 4 بنات. 4 بنات. اما دخل عليهم راجل هيبهدلهم. لا خليهم هم عايشين لوحدهم وتعيشي لوحدك. لا ما ينفعش. ما ينفعش. ما اقدرش انام ليل وعيالي بره. شكرا. تابعونا في حلقه تانية من برنامج اي تي في. لا مو اي تي في. امال ايه؟ من برنامج لا تشذب. لا تكذب. لا تشذب. لا تشذب. ايوه. قولهم باي باي. باي باي. باي باي. اوعى تنسوا $1,000,000.